الناحية التانية معايا اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي. سيادة اللواء برحب بيك. حضرتك يا استاذ اسلام، أقول لك هارد لك النهاردة، أحداث كتيرة النهاردة سيادة اللواء حصلت يعني. والله ليه الحمد كده لله. بقى؟ ما فيش والله، طبعا يعني احنا حضرتك عارف وضعنا في الجدول شكله ايه، وفي امس الحاجه الى الثلاث نقط، وماتشات راحت مننا الفتره اللي فاتت واخرها ماتش المقاولين برضه، ضربة جزاء اللي اتحسبت علينا في الدقيقة 85 وطلبنا برضه انها تتشاف في الفار ما اتشافتش واتصدت، وبعدين اتعادت بدعوى ان الجون اتحرك، وبرضه طلبنا ان الفار يشوف يراجع اللعبة الجون اتحرك ولا لا برضه ما اتشافتش. ثلاث نقط، يعني ماتشات كتيرة والله يا كابتن اسلام حصلت معانا بالمنظر دوت، وفي الوقت اللي احنا فيه امس الحاجة لأي نقطة. حضرتك عارف احنا من اول الموسم وشغالين والحمد لله، يعني بنحاول ان احنا نشتغل صح، ومش ده ابدا الوضع بتاع فريقنا اللي موجود بالترتيب بتاعنا في الجدول لغايه دلوقتي يعني، لكن محمود قدر الله وما شاء فعل، وان شاء الله باذن الله نجتهد اكتر في اللي جاي، ان شاء الله. ونحاول برضو نشوف لو احنا عندنا اخطاء نحاول برضو نشتغل عليها، وان شاء الله نتمنى وندعو ان يكون يعني في شويه توفيق معانا باذن الله. محمود قعود والمشهد اللي شفناه برفضه للخروج، وطبعا انا سمعت ان في عقوبة بإيقافه لأجل غير مسمى وتغريمه 150,000 جنيه، بالظبط. هل طبعا هو هيتم عرضه للبيع ولا هيتم الاكتفاء بالعقوبة دي؟ والله يا كابتن اسامه، احنا والاداره ما بتحاولش انها تسبق الاحداث، يعني في ده القرار اللي احنا قلناه بعد الماتش النهارده اللي حضرتك اتفضلته وقلته، هنعمل تحقيق وهنشوف الظروف الواقعه كلها، لكن طبعا هو اسلوب غير مقبول واسلوب غير رياضي، والنادي البنك الاهلي عندنا الانضباط والاخلاق قبل اي لعب،